كثير من الناس يمكن نعيش معاهم، ربما يكون معنا في أشغال أو أصدقاء سنوات، ما نعرف أحوالهم إلا إذا زرناهم في بيوتهم. لما تزور إنسان في بيته تعرف حياته من قريب، تشوفه تعرف ظروفه، نفس الإنسان ينفتح معاك يتكلم عن الشؤون والأشياء اللي هو في نفسه ما يقدر يقولها، لكن لما تدخل إلى بيته تدخل مع إلى قلبه مع دخولك إلى بيته. هذا الأمر المهم. كم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان له اهتمام بالزيارة بالآخرين. لو حسبنا كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن فلان، ما بال فلان، ما فعل فلان، أين فلان، ما لنا لا نرى فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الكبار، عن الصغار، عن الشباب، يتفقد أخبارهم عليه الصلاة والسلام. من المواقف العجيبة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يذهب إلى يزور أهل قباء هناك كان يلتقي بشاب من الشباب الذي تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه طلحة بن البراء. هذا الشاب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة جدا، وله في هذا قصة طويلة. فمرض فزاره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله إن طلحة في مرضه هذا أرى أنه سيموت، فإذا حصل آذنوني حتى آتي فأصلي عليه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني سالم، هذه قريبة التي فيها مسجد الجمعة الآن. فلما وصل هناك النبي صلى الله عليه وسلم توفي الشاب، ولكن الشاب قبل أن يتوفى قال لأهله لا تخبروا رسول الله وعجلوا به بالدفن، فإني أخاف أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضره اليهود، لأن كان عندهم مشكلة تلك الأيام ويترصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يضره شيء بسببي. شيء عجيب من الشعور والإحساس عند هذا الشاب. فلما خبروا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني جاء فصلى على قبره صلى الله عليه وسلم ودعا له، قال اللهم استقبل طلحة وأنت تضحك له وهو يضحك لك. اليوم كثير من الناس يعيش وحده، يعيش فكرة العلاقات العامة ذات المصالح، أنا سأزور الناس الذي سأستفيد منهم، الذين يكونون في نفس تخصصي في عملي، بيني وبينهم مشروع. الزيارة التي تكون لله وفي الله فقط هذه لها أجر عظيم عند الله جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل ذهب يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله له ملك في الطريق على مدرجته يسأله يقول له إلى أين؟ قال إلى بلدي كذا. قال له لماذا؟ قال له أزور أخا لي في الله. قال له هل له نعمة تربها؟ في مصلحة بينك وبينه، هنا النقطة المهمة، مصلحة أو ما في مصلحة؟ قال إني أحبه في الله. قال فإن الله سبحانه وتعالى أرسلني يبشرك بأنه قد غفر لك بمحبتك لأخيك. ليش الزيارة لها هذا الدرجة الكبيرة، التواصل له هذا الفضل الكبير؟ لأنها تخرج الإنسان من شيء اسمه الأنانية. الإنسان يعمل شيء للآخرين ليس له فيه مصلحة شخصية، إنما شيء من أجل الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يكثر الزيارات لإنسان يعرف أنه ما يحب الزيارة. اختيار الوقت المناسب مهم. يجي إنسان في آخر الليل أو في وقت يعرف أنه هذا وقت استراحة يزور فلان، جئت أزورك، أو يأتي مثلا في هيئة أو في مكان غير مناسب. إذا جاء الإنسان للزيارة يسن له أنه يستأذن، لا يستقبل الباب البيت يكون إلى جانب، يسلم، يدق الباب 3 مرات، إذا أذن له يدخل، إذا ما ردوا عليه ينصرف، لا يقعد يدق 100 مرة. وبعض الناس يتصل بالجوال مرة مرتين 5 10 وراء بعض. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الاستئذان 3 مرات ويكفي، ثم ينصرف الإنسان، ثم إذا دخل ينبغي له أن يجلس في المكان الذي يجلس فيه صاحب المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس في إلا في تكرمته، يعني لا يجلس. أنت تعرف أنه صاحب البيت يحب يجلس في هذا المكان، لا تجلس فيه، اجلس في المكان الذي يجلسك فيه صاحب البيت. إذا أردت تخرج لا تخرج حتى تستأذن، أردت أن تدخل إلى دورة المياه استأذن. هذه اللباقة وهذا التعامل مهم جدا في الزيارة، حتى تكون زيارة حقيقية لها فائدة، وتكون فعلا فيها جبر خاطر ليس فيها ضرر على الإنسان
وفيها ثقل على الإنسان. لابد نزور ولابد نتصل ولابد نهتم ولابد نفكر في الآخرين حتى نكون شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي طول عمره عاش يفكر فينا، ويوم القيامة هو الوحيد الذي سيبقى يفكر فينا ليشفع لنا صلى الله عليه وسلم. في اليوم اللي ينسانا فيه كل الناس لن ينسانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.